عبر السكايب السيد مصطفى السامرائي الصحفي والمراقب للشان السياسي. اهلا بك سيد مصطفى معي في بانوراما، حياك الله صديقي. بدايه دعني اسالك، ما حقيقه اللبس الذي وقع على منطقه البهرات في سامراء، ولماذا هذا الوقت تحديدا قبيل الانتخابات؟ حياك الله اخ ناصر، تحيه اهلا وسهلا ضيفك الكريم الاخ وكام الرافت الاخ العزيز. يعني بداية خلينا نجي احنا نحدد مكامن الخلل الموجود بالمدينة. المشكلة انه المدينة اعتقد ذكر بعض التفاصيل الاخ هشام انه المدينة محاطة بسور كونكريتي ويمنع توسعتها، وبالتالي الناس بدأت تضطر الى شراء هذه الاراضي الزراعية او الاراضي اللي قيل عنها انها تجاوز. هذه الاراضي يعني عددها كبير جدا، خصوصا وانه اسعارها كانت زهيدة، فبالتالي المواطن اضطر يعني لجأ يعني يشتري هذه الاراضي لان اسعارها زهيده جدا مقارنه بالاراضي الرسميه الموجوده بالمدينه. وبالتالي حقيقه اللبس اللي صار ان هناك اوراق وموافقات وما شابه ذلك لاصحاب هذه الاراضي وسندات اصوليه، الازاله تمت ايضا وفق محضر اصولي، وبالتالي هناك مشكله ضمن دوائر الدولة تقع على يعني عاتق دوائر الدولة حلها في محافظة صلاح الدين، في وزارة البلديات والإعمار والإسكان. بالتالي لابد يعني هناك عوائل تضررت بالفعل، البعض يقول أنه أكو تجار اشتروا بهذه المناطق، طبعا أكو تجار أكو اشتروا نفس الأراضي يعني فساد، يعني استغلت هذا الموضوع استغلت الناس، لكن بالنهاية هناك عائلات متضررة يجب يعني الوقوف عد يعني الوقوف معها او بتعويضها بقطع اراضي. وهذه المشكله لا يمكن حلها الا بتوسعه السور الكونكريتي للمدينه وتوزيع اراضي سكنيه جديده للقضاء على ازمه السكن المنتشره في سامراء، واللي هي اصبحت يعني مشكله كبيره جدا لاهالي المدينه، ويمكن حلها من خلال توسعه التصميم الاساسي وتوزيع اراضي سكنية جديدة على المواطنين حتى ما يلجؤون يضطرون إلى شراء الأراضي الزراعية والديوان البهرات وحي الديوان الموجود بالمدينة. ومثل ما ذكرت لك أخ ناصر أنه هي أسعارها زهيدة، وبالتالي أصحاب الدخل المحدود وكل الطبقات الفقيرة اضطرت أنه تشتري هذه الأراضي السكنية بالمدينة.